السلام عليكم، أهلا بكم. أسرار مفاوضات الحوثي مع الشرعية في العاصمة الأردنية عمان. برعاية هانز جرودنبرج المبعوث الأمم في اليمن، تتم الآن مفاوضات لفتح الطرق أو الطرقات لحصار تعز أو رفع الحصار عن تعز. أهلا بكم في حدث اليوم. رجاء تفعيل الجرس ولايك حتى يتم توصيل المحتوى والفيديو لجميع المشاهدين والمشتركين. الحقيقة انه الهدنة اللي هي اتفق عليها المجلس الرئاسي مع هانز جرودنبرج، وهي بضغوط أممية تم الموافقة عليها لتهدئة الأمور في الجانب اليمني، مع تعهدات من هانز جرودنبرج بأن يتم فتح الطرقات أو الالتزام بشروط الهدنة اللي هي فتح الطرقات في تعز، والشروط اللي احنا اتكلمنا عنها منذ حوالي 3 أيام تقريبا. الهدنة بدأ تنفيذها من 2 يونيو حتى 2 أغسطس القادم، ولكن احنا دلوقتي بنتكلم عن المفاوضات الجدية مع الجانب الحوثي الغير ملتزم، اللي هو ما بيعترفش بهدنة، والواقع على الأرض انه الاشتباكات في مأرب ما زالت موجودة وفي أماكن أخرى. ولكن حينما نعود إلى جولة المباحثات في العاصمة عمان اليوم، بنتكلم عن تفاصيل مهمة جدا. ما حدث أن مساء أمس الوفد الرسمي من جانب الشرعية كان يتحدث لبعض الصحفيين وقال إن احنا متفائلين جدا وعندنا وعود من هانز جرودنبرج، وبصراحة يعني الراجل يعني وعوده صادقة بصراحة، يعني معرفش انتوا بتتكلوا على وعود هانز جرودنبرج ازاي. الثلاث مبعوثين للأمم المتحدة اللي جم من 2014 لغاية دلوقتي او من قبل منها كمان، مفيش حد فيهم اشتغل لصالح اليمن او اشتغل لصالح اليمنيين، ولكن هم يعلموا ذلك. ولكن دي يعني الحاجة اللي هم بيتعلقوا بيها او بيلتزموا بيها قدام المجتمع الدولي. الجانب الوفد الرسمي من الشرعية بيقول ان احنا متفائلين جدا وعندنا تعهدات من هانز جرودنبرج، وان صباح اليوم هيكون في اتفاق على فتح الطرقات. المفروض ان بداية التفاوض اليوم على فتح 6 طرق فرعية لتعز لرفع الحصار عنها. ولكن وهم في جلسة المفاوضات اللي حصل انه كل ما يجي بعد ما اتفقوا وقال يعني هانز جرودنبرج قال انه في 6 طرق هتتفتح، في أثناء الجلسة بعد ما يتم التوافق الجانب الحوثي لا أصل الطريق ده مش هينفع، أصل لا الطريق ده ما ينفعش نعدي من الحتة دي، لا مش مناسبة، ويرجع لي المربع رقم 1 في التفاوض. قعد يتكلم معهم بنفس الطريقة اللي هي تفشل أو تؤدي إلى فشل الجلسة تماما، وفي النهاية جلسة اليوم فشلت تماما. يبقى غدا اللي هو يوم الاثنين 6 يونيو هيكون في جولة أخرى من المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان. لكن حينما نعود إلى العاصمة صنعاء، المؤكد أن يعني تبقى للمصادر الداخلية في التفاوض أن هانز جرودنبرج استشعر أن الجانب الحوثي، أو هو يعلم أو متأكد أن الجانب الحوثي مش عايز أن هو يفتح الطرقات خالص، وان هو مش عايز يرفع الحصار، هو عايز ياخد ما يديش. فالمصادر اكدت ان هانز جرودنبرج سيطير صباح اليوم صباح غدا الاثنين متوجها الى العاصمه صنعاء للاجتماع مع رئيس المجلس السياسي للحوثيين، هيجتمع مع المشاط وهيجتمع مع محمد علي الحوثي، ويمكن يكون في احمد عبد السلام، لان هو مش هيتوجه لمسقط، مش هيتوجه إلى مسقط العاصمة لسلطنة عمان. بعد ما ينتهي من الجلسة في صنعاء سيطير إلى عدن العاصمة اليمنية المؤقتة، ويجتمع مع ما ينوب في المجلس الرئاسي أو دكتور رشاد العليمي، هيبان ويظهر الكلام ده غدا إن شاء الله، حتى يتم التوافق على صيغة لإنهاء هذا الجمود في المفاوضات. لكن الظاهر جيدا جدا هيكون في ضغوط جديدة على المجلس الرئاسي، هذا ما يبدو في يعني سياق الكلام من المصادر من داخل
المفاوضات في عمان. هيكون هناك في ضغوط اخرى، يعني هم الحوثيين لم يكتفوا بان هم خدوا النفط وخدوا فلوسه وصرفوها على نفسهم، او يعني اكتنزوها لنفسهم، وان هم لم يصرفوا الرواتب حتى الان. حتى ان هو من خمسه ايام طلب، او اكتر من يعني اخر الشهر الماضي طلب مهدي المشاط في خطاب وكلام رسمي، حتى جاء على تويتر للمسيرة بيتكلم على انه بيطلب من التحالف ببجاحة في يعني فلوس او اموال لدفع المرتبات، لان هم غير قادرين. هم بس قادرين ان هم ياخدوا اللي هي فلوس النفط، يعني اللي درت ليهم مليارات بالريال اليمني، وفي الاخر هم اكتنزوها وحولوها لحساباتهم برا، او في الاخر ان هم قسموها ما بينهم من بعضهم. في الاخير ان هو بجاحة مهدي المشاط ان هو طلب فلوس من التحالف يعني اللي هو السعودية والامارات، بدل ما هو يطلب الفلوس دي من ايران. يعني انت ما طلبتهاش من ايران، ما هي حلفتك ايران، ولكن ايران ما بتبعتش فلوس للحوثيين. ايران بتبعت بس مخدرات، زي السفينة اللي هي تم تهريب المخدرات وتم القبض عليها في الساحل الغربي في يعني في المهرة، وانه تم القبض عليها وكان فيها مخدرات، ولما جم حللوا المخدرات دي لقوا ان هي اصعب انواع المخدرات. النقطة دي مهمة قوي، اصعب انواع المخدرات اللي تم قبض عليها بتيجي من ايران للحوثيين، بتؤدي لتغييب العقل، وان هو ما بيبقاش فاهم اي حاجه خالص، يعني فيها حاجات عصبيه وحاجات كتير قوي، وان هو ممكن ان هو يعني يدنه يعمل بدون فهم بدون قراءه. يعني ان فعلا الواحد اكتشف الحوثيين لما بيفهموش منين من المخدرات دي، وما بي وان هم غير مدركين وغير غير ادراك، يعني ما عندهمش فهم، فاللي هو بتجيله الاوامر بيعملها وخلاص. يعني هو ايه، مطرح ما بتوجهه بريموت كنترول فهو بيتوجه. يعني في الاخير انه ايران مش هت يعني ما بتزودش الحوثيين بالفلوس، لكن بتزودهم بس بالسلاح، حتى ابقائهم وبالمخدرات برضو، ان هي بتسيطر عليهم عن طريق المخدرات، وفي نفس الوقت تنشر المخدرات في اليمن، وفي اجزاء منها بيتم تهريبها للاسف للمنطقه الجنوبيه في السعوديه لافساد المجتمع في الجانب السعودي. ربنا يحفظهم جميعا. في الاخير انه المفاوضات اللي في عمان واضح جدا ان هي فشلت اليوم، وايضا هتستمر ابقاء اللي هو المندوبين من الجانب من الشرعيه في عمان، حتى ينتهي هانز جرودنبرج من جولته للضغط مره اخرى لسلسله الضغوط التي تمارس على المجلس الرئاسي. ولكن في صنعاء هو هياخد شروط جديده ويتم الضغط بيها على المجلس الرئاسي، الله يكون في عونهم. انا مش شايف، لكن في نقطة مهمة جدا عايز أنهي بيها الكلام، ودي مهمة جدا، لابد أن ينتبه الأخوة في اليمن والمجلس الرئاسي إن الحوثي مش هينتظر ومش هيصبر عليك كتير. بمعنى إن التفاوض والكلام ده كله والهدنة ممكن تكون إن هي مؤقتة وممكن تكون شهرين، لكن وقت ما يشوف إن أنت استسلمت وضعفت هينقض عليك مرة واحدة في مناطق تبع الشرعية. يعني ممكن ينقض عليك في الشبوة، ممكن ينقض عليك في عدن، ممكن ينقض عليك في أي مكان. وفي الحالة دي هيقول لك أصل إحنا بعد ما يجي يعني يستولي لا قدر الله على المدن اللي ممكن يحط يده عليها، هيجي يقول قدام المجتمع الدولي أصل هم اللي أطلقوا عليا النار، فأنا كنت في حالة دفاع عن النفس، ويبتدي معاك من النقطة دي. يبتدي معاك من النقطة دي اللي هو يحتل مدن جديدة انت حررتها، وتبدأ معاه من نقطة صفر وترجع لسبع سنين ورا. ده الخوف من كده للإذعان لمطالب الحوثيين، إذعان لمطالب الحوثيين وعدم التحرك والجمود اللي موجود وموافقتك على كل طلباتهم وعدم فتح الطرقات، عدم التزام الحوثيين بشروط الهدنة، ما التزموش بأي شيء في الهدنة خالص، وهم أصلا طوال الهدنة اللي هي الستين يوم الماضيين وحتى الخمسة أيام الحاليين في بداية الهدنة الثانية برضو الحوثي مش هيلتزم، وده شيء مؤكد، وإن هو ممكن ينقض على بعض المدن. وربنا يحفظ اليمن. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.